مشاهدي قناة الحياة الجزائرية متابعي برنامج سكوار، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد. وسؤال اليوم راح يكون حول شخصية مدرب المنتخب الوطني جمال الدين بلماضي. نروح نشوفوا مع بعض واش قالوا الجزائريين عن شخصية المدرب جمال الدين بلماضي. تابعوا معنا. ما شاء الله مخصوص من حتى شيء، وعنده زيادة من تاع التدريب، عنده روح الوطنية ونشكره، وعنده مستقبل زاهر إن شاء الله، وهو اللي يدينا لكم ديمون إن شاء الله بإذن الله. ما شاء الله خويا العزيز، الله يبارك يا أخو، مجاهد ومحارب الصحراء وتسميه كيما حبيت يا أخو. وحنا الشعب الجزائري ككل، نهضر على روحي نهضر على الجميع، يديمون دينا الدماء ديالنا نمدوها له خويا العزيز من الاخر يا أخو، بارك الله فيه وكاع لي جوار يا أخو، بارك الله فيهم ويعطيهم الصحة يا أخو. فرحونا يا أخو، كنا نحوسوا على هذيك الفرحة، هذا شحال ما جاتش. أنا في عمري 29 سنة، جينيراسيون ديالي تما سوا سواك فاهم، من 90 تما ما ديناش. أنا كي نهار داوها ما كنت جزائر، نهار 6 أنا زدت في 91، كي داوها خويا 29 سنة في عمري، هذيك هي غلقوا بينا طابلو 30 سنة، أنا داينك وبدا فيك العزيز. جمال الدين بالماضي حسب ما لاحظت في 9 شهور دار واش ما داروش مدربين واحد اخرين في مده كبيره. لاكوب اللي جابها هي لاكوب تاع الجزائريين بصفه عامه، وبصفه خاصه هي نتاج للعمل الجاد اللي كان يقوم به هو بمشاركه اللاعبين تاعو. شخصيه جمال بالماضي، جمال بلماضي نورمالمون سي ان دي ميور كي نوزا ماركي ليستوار اون الجيري، يقعد في التاريخ وان شاء الله يدعموه ونلحقوا لا كوب دي موند ان شاء الله. توتي بوسيبل ان شاء الله نجيبوا لا كوب دي موند، باسكو هذا سي ان جو ما مويا توجور ان بيردون ان غانيون. باذن الله يدعموه ناس ملاح، فرح فايت 40 مليون جزائري، كي نسا كي الدراري كي كاع الشعب الجزائري ان شاء الله. نتمناو له ان كروند ريوسيت ان شاء الله. ليطا الجيريان ونيفو دو مينيستير دو سبور يدعموه ويعاونوه، يعطوا له كاع لي فاسيليتي دو في باش ان شاء الله ينجح ويزيد يفرحنا كل عام ان شاء الله. نفرحوا فرحه كبيره، فرحه كبيره اللي فرحنا بها، نشكروه بكل شكر. جمال الدين بالماضي شخصيه صارمه كما نشوفوا، مدرب كبير مواصفات اوروبيه، يعني دا بطولات خذا مع الدحيل، يعني مدرب ذو كفء. والحاجه اللي تعجبني فيه العدل، يعني كما نشوفوا اندي ديلور يعني جا متاخر، ومالغري الشعب يحبوا ذيك يفضل عليه سليماني، ما بغاش يدخل اندي ديلور. هذه يعني تتعب تدي حقك، ماشي كما لي زونترينار اللي جاوا من قبل. وان شاء الله نزيدوا نشوفوا كوب دافريك تروازيام، علاه لا 2021، ونديروا حاجه ان شاء الله في الكوب دي موند 22. انا نقول لكم بالاخر شابو، شت تيغ لو شابو جمال بالماضي، سا ما في غون بليزير، وربي يحفظك ان شاء الله، ربي يكمل لك. وصم في غون بليزير، تو ان غون ميسيو، الله يبارك يا عزيز. والله على كل حال نشكر المدرب الاول على كل حال جمال بلماضي على الشيء اللي قام به، سيرتو في نيل لا كوب دافريكا ليا. الحمد لله هو فينالمون سي ان بون اونترينار، ونتمناو له ان شاء الله يكون عنده حاجه ما خير، وان شاء الله نكونوا في لا كوب دو موند ان شاء الله ونلحقوا الحاجه مليحه. وعنده بيرسوناليتي كبيره 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 وقويه، وهذا واش نحب. جمال بالماضي مدرب كبير، شرفنا، شرف الجزائر، ان شاء الله نلحقوا لا كوب دو موند. نتمنى يخلوه يخدم، باسكو عنده شخصيه كبيره، نتمنى يزيدوا يعاونوه باش يزيد يخدم ويدير بعيد ان شاء الله، هذا واش نتمنى ان شاء الله. السلام عليكم. جمال بالماضي انسان متواضع وعطاه ربي قد قلبه، خرجنا بليكيب من الغرقه، واحد ما كان مامن النهار الاول كاع واش راح يصرى له، راح يطلعنا لاكوب. الحمد لله يا ربي راه جاب لنا لاكوب، وان شاء الله التروازيام والكاتريام. والجزائر الفرحه هذه ماهيش تاع احنا ناس تاع بالو، احنا ناس تاع بالو، هذه الفرحه كامل تبين بلي رانا مشتاقين للكاس، استادير السنوات اللي ضيعناها راح ترجع ان شاء الله بالخير و يعطيه الصحة. جمال بالماضي يعني في الأول منذ تعيينه كمدرب للمنتخب الوطني كانت هناك عدة انتقادات، قالوا بلي جمال بالماضي ما يعطيش إضافة للمنتخب الجزائري، ولكن في الحقيقة هو أثبت أنه وبجدارة واستحقاق أنه يمثل الراية الوطنية والمنتخب الوطني والمنتخب الجزائري
كما نقولوا مثلوا احسن تمثيل في وعطانا فخر وقدم للجزائر هديه كنا نستناو فيها من التسعينات الى حد الان 2019. مبروك علينا الفوز وتحيه للجزائر. يا خويا جمال بالماضي يعطيه الصحه، يا خويا فرحنا، اونترينور موهوب متمكن، جاب لنا كوب دافريك سنيناها 29 سنه، ونورمالمون هذا الشعب هذا يخليه يخدم يا اخو، يصبروا عليه بيسك يعطوا له الوقت راه حتى 2022 ما يقلقوش برك ويخليوه يخدم بعقله، وباذن الله يدير لنا ايكيب شابه وربي يوفقه ان شاء الله. وراه فرحنا وما نساوهالوش حياتنا كاع يا اخو، سنيناها 29 سنه وهو اللي جابها يا اخو، الخدمه ديالو بانت في 10 شهور، نصبروا عليه نعطوا له لون تيرم طول المده برك يدير لنا ايكيب شابه ان شاء الله لكاس العالم 2022 في قطر، وباذن الله نجوزوا لدوزيام تور، والشعب ديالنا برك ما يتقلقش يصبر، ومع كما نقولوا الخدمه تجي مع الوقت، شغل المليح يطول يا اخو، وسيتي ان بون اونترينور، ومنا العام الجاي ان شاء الله يكون دار ليكيب ديالو تيب تبان لنا كاع شكون، وباذن الله فيها خير 2022 و2021 في الكاميرون ان شاء الله، وربي يوفقه ان شاء الله ويعطيكم الصحه، وقولوا لي جوار تاعنا يعطيهم الصحه فرحونا بزاف. وباذن الله يكملوا هكذا 2022 فيها خير في قطر، و2021 كاس افريقيا في الكاميرون ان شاء الله، لاش تنلحقوا كيما نقولوا اون فينال، بيسك رانا دقنا كيما يقولوا الحلاوه تاع الكاس هذه، ما شاء الله الشعب كاع فرح، خرجوا كاع العائلات، وباذن الله يكون فيها خير، وربي يوفقوا جمال بالماضي ويعطيه الصحه بزاف بزاف. طب بالماضي ودار عفسه مليحه وبركه علينا، ان شاء الله يخلوه يخدم هذا ما كان خون، باسكو الناس دوكا تستعرب به. كان اللي يقول لك ما يخدمش مليح ومنا دوكا يخدم خوه وخدم ودار بيان ودار اللي عليه و لا بريمير فوا اونترينا الجزائر دا لا كوب خو هاي باينه خو مدرب ما شاء الله متمكن عنده امكانيات كان اهم حاجه انه خير اللاعبين اللي يستاهلوا في المنتخب الوطني وحضرهم طريقه نفسيه وبدنيه وتكتيكيه مليحه كما مثال قديورا كان مظلوم سابقا قديورا بالعمري خاصه قديورا كانوا ديما ما يعيطولوش في كاس العالم كاس افريقيا والحمد لله عيط له وكان من احسن اللاعبين شخصيه عنده موقف و حاب يقول الموقف تاعو كي ياخذ موقف فهمت شو اللي جوار اللي جوار شو اللي يستعملوا مور في يدو كاش اللي مدى كي مدى مور ديسيبلين في العقليه في الاخر قالوا لي ريح في لاتوش ما كانش لي تسمى نجمع في الهضره ولا ماشي كيما الاولانيين هذوك كاع يحكموا على بالك هو قال لك حلاك حلاك قال لك تخرج تخرج عنده كاركتر سوليد ولي ديسيبلين يحب لا ديسيبلين شخصيه مليحه الله يبارك فرح الشعب الجزائري كل وانترينير الله يبارك عليه وربي يفرحه كيما فرحنا احسن من التسعينات تقريبا 29 سنه كامله وحنا قلوبنا غير على الكاس هذاك ونشكره بزاف وربي يحفظه وربي يخليه لينا ان شاء الله وان شاء الله ما يفسدولوش خدمته برك خليه يكمل المسيره تاعو حتى 2021 ان شاء الله و2022 ونوصلوا لحاجه مليحه ان شاء الله معاه وان شاء الله تكون نتائج مليحه والعمل تاعو موفق ان شاء الله اخويا والله وربي يوفق كل واحد ان شاء الله وتحيه الجزائر اخويا تحيه الجزائر تحيه الجزائر تحيه الجزائر وتحيه بالماضي اخويا وكل اللي جوار حتى اللي جوار كثر خيرهم داروا عليهم وخدموا وتعبوا وكلش وشكر كل جزائري كل حال شخصيه غنيه عن التعريف ملي كان جوار حنا نعرفوه بلي انسان حار معناتها شغل اكثر مشوفه على الفريق اللي يلعب فيه ولا كي كان جوار كنا نحبوه بزاف سواء مع الفريق الوطني سواء مع كي كان في مارسيليا كنا نشوفوه سواء وزيد ما نساوش البيت ديالو اللي ماركاه فرنسا البارتيز هكذا وشخصية ديالو قوية باينة بلي قوية وإنسان هذا شغل من الشخصيات اللي يحبهم الجزائريين على حسب ما نعرفوا إنسان يحب روح الوطنية وإنسان يحب الدين ديالو يحب المهنة ديالو والناس تحبه وهذا هو الصح إنسان كيكون يخدم كل حاجة بالقلب ويتقن العمل ديالو ينجح سواء في الرياضة ولا في السياسة ولا في نابورت دومين ينجح والله يا حاجة كبيرة كان منتخب في هوية جا والله غير سلكو ان شاء الله هذه النتائج تكون على البطوله ان شاء الله ما نشوفوش لي ماتش في الرداء ان شاء الله يكونوا في المستوى وان شاء الله الكره الجزائريه تولي بخير ودار بيخدي ويخدم بك باسكو دار الميدان تاع تيران تاع تيران ويحب البلاد ماشي كيما لي جازو باسكو لي جازو قاطع الشكاره
غا يحبوا دراهم، يحبوش ضربوا يحبوا دراهم. وانا جاب لي ربي، وانا جاب لي وانا جاب لي ربي لو غوفرنمون، لو غوفرنمون يعاونوه يعطيو له كاع الامكانيات. ومادا بيا ومادا بيا حاجه واحده، الوزير مادا بيا يعطي له قد ما يعطي له قليل، قد ما يعطي له قليل. ونتمناو ونتمناو ان شاء الله لاكوب دافريك الجاي نتمناو شغل نديروها في بلادنا، باسكو علاش عندنا الامكانيات نتمناو. بو جمال بلماضي سي ان انترينور كي نوزا بورتي بوكو دو بونور اي بور ليكيب ناسيونال، اي فرانشمون سي لا بروميير فوا كو جو سون ليكيب ناسيونال اللي تون ترين دو جوي دو فاسون تكتيكمون يعني fort. Et en plus de ça, la discipline de l'équipe, c'est ce qu'on, c'est ce qui nous manque auparavant. Alors c'est pour ça qu'il nous a donné beaucoup de choses. Vous ferez un fait bizarre. Franchement, on a personnellement, c'est belle que عندنا un entraîneur, عندنا des personnalités, عندنا des hommes qui peuvent gérer cette blade havia et ils peuvent y aller loin. بهذه البلد هذه اون افون يا خويا بالماضي ما كانش اللي دارها اونترينو في الجزائر 62 دوك بالماضي في 6 شهور دار ايكيب وان شاء الله ربي يعيشوا لنا ويخلوه لنا ويخلوه يخدم برك ما يخلطوش فيه برك هذا مكان هكذا وان شاء الله والعقيبه الله كوب ديمون نروحوا للتاريخ كوم اونترينور جو تخوا جو لو فوا ان اونترينور ماجيك اي ميرفيو. C'est un bon entraîneur, parce qu'on a vu auparavant, il y a eu pas mal d'entraîneurs qui se sont passés, il n'y a eu rien de, comment dirais-je, de concret. Et Jamel Belmadi, quand il est venu, on dirait un messie. Il est venu, il nous a ramené que de la gloire et de la beauté, la générosité, et en plus ça, le collectif, avant les joueurs jouaient à leur manière. Mais quand il est venu Belmadi, c'était autre chose. Moi, je le compare à Zinedine Zidane. Jamel Belmadi, Allah ybarak, صح مدرب في وجهه يبان. بان باللي قلبه ابيض ويحب البلاد وراهم يلعبوا على جال الاعلام، ماشي على جال الدراهم ولا عفسه واحده اخرى، راهم يلعبوا على جال الاعلام. والحمد لله يا ربي ان شاء الله ندينا رانا ندينا راكم دافريك وان شاء الله يزيد تقام البلاد. الله غير مدرب مليح يعطيها الصحه وان شاء الله يكمل هكا 1-2-3 في فالاجيري. إذن كانت هذه آراء الشارع الجزائري حول شخصية المدرب جمال الدين بالماضي الذي توج مؤخرا بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخ كرة قدم الجزائرية. إلى هنا مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.